السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير اخوتي، صباح الخير خواتاتي، يا ربي تكونوا كل بخير. يا اخوتي البارح رقدت بكري شوية، المهم مصبح اصبح ربي شفت الفيديو تاع اخونا تاع القناص تاع السنايبر، قاعد نشوف في حمدي شاجية في وش اسمه، قاعد نشوف حمدي شاجية قاعد يدير في محاضرة على السياحة، راح نضيف برك واحد الحاجة تسمى الأخ سنايبر دي زاد هدر يعني كيف وفا كيما نقوله، فوق انه انسان سطحي كيما قال القناص، هو خاوتي هو يعني بالهدرة مشو ما هوش قاعد داخل في لب الموضوع ولا في صلب الموضوع ولا قاعد يسوق للسياحة. فالناس اللي قرية سياحة تقول لك كيفاش يكون التسويق، هذا انسان سامع هدرة وقاعد يعاود فيها، فاهم؟ هذا الانسان حافظ مش فاهم. خويا السياحة انت اصلا قبل ما تبدأ في مجال السياحة هذا ولا كيما تقول انت الترويج، هو ما اسموش ترويج اسمه التسويق، تسويق سياحي. التسويق هذا يدار بناء على قواعد، يدار بناء على نتائج، على دي ريزلتا. انتم من 2019 من اللي حطيتوا خشومكم، ولا من 2020 من اللي حطيتوا خشومكم، ما شفناش يعني وفود أجنبية هلت ولا حاجة، ولا قاعد نشوفوا غير في الكاليتات اللي كيفك انت، الطفيليات قاعدين تسوقوا في السياحة المتطفلين، غير الطفيليات اللي يجي باش يمد يد وصدق الله يا محسنين. داكور انت اخويا دركا الشعب القواد، فاهم؟ الشعب اللحاس، الشعب المنبطح، هذا الشعب اللي قاعد يضرب له فيها الاستعمار قرن واش، غير من الكلاب اللي كيفكم انتوما، حاشا الخيار وحاشا الاحرار. لو كان زيري شفتوه في برنامج تاع طبخ، ومن بعد زيري هذاك زدتو شفتوه في برنامج رياضي، وهذا وكلش هذا ويلعب 10 هذا توبسيون هذا، او يفهم في هذيك ويفهم في هذيك. هاجمتوا علماء جزائريين، يعني هاجمتوا طلبة مفكرين ثقافيين مثقفين، هاجمتوا نوح بوناطيرو فيه شوية خرطي بصح ولد عمي، حتى هو ديما كي تشوف مستواه نوح بوناطيرو، فاهم؟ يعني سيد يكفيه انه يتعامل مع لانازا وعنده معارفه في لانازا وفي الامريكان الغني عاد تعريف اصلا. هذا نوح بوناطيرو اللي الشعب وافق عليه بالاجماع وبصم باللي هاو يخرط وراه كذاب. داكور فكنا من نوح بوناطيرو. هذا حمدي ساجيع هذا ولا جشيع ولا وش اسمه هذا. هذا برامج رياضية شفناه في السياسة، شفناه في المحاضرات، شفناه في السياحة، شفناه في أود عمي. ما يقدرش الإنسان يكون كلش، يجي طبيب يقول لك أني نفهم في البيلوتاج، يجي بيلوت يقول لك راني نفهم في الدرة، يجي أستاذ في الابتدائي يعرف في العلوم الدقيقة تاعه كيما أستاذ جامعي. يا خويا كل واحد واختصاصه، كل واحد امم انت حافظ لي باراغراف ولا تيكست انت تاع زوج كلمات يتقالوا على السياحه، لا وجاي تلعب على الفرفاره، جاي تسخن لهم فيها كي شغل على السرفيق وحماس واحد والجزائر. يا خويا شاف اخويا الجزائر يعني مؤخرا للاسف الشديد الرايه الوطنيه والعالم الوطني ولاو يهزوه غير المقاعير. العالم الوطني، الراية الوطنية ولا غير في يد العاهرات، في يد الشواد، في يد المقاعير، في يد طفيليات اللي كيف كنت ما كان ندخلوا في اللي ديطاي وعليه طفيلية، على خطر ملي دخلت الجزائر ما درتي حتشي بمجهودك، يا تبوسيك مرا الكاش برنامج ولا دخلك كاش مرا القناة، يعني الواسطات تاعك باش توصل للقنوات وباش توصل انت للمنصات ولا توصل للمحاضرات، اقسم بجلال الله لو كان تبعوه نلقاهم راهي اللي مدخلاتك للجامعة. ونزيدكم حاجة، سبب تاع الخلا والجلاء على راسكم وعرس ماليكم الكلاب راح يطيح على راسكم وانتم في البلاد يطحاحنا لسببين، النساء والوكالات السياحية، هادوهم اللي راح يجيبوا الرقاد للبلاد. داكور الله يدلكم على الصباح ربي.